المسيح الوحيد اللي عنده ضمير. حاجات كتيره وعظات ونقاط كتيره. انا على فكره سمعت كل الحاجات دي انا، لان اول يوم النهارده بس ابو ابراهيم يتحبس، فده عامل لنا قلق جامد. ده اللي مخليني كده، بس انا كاتبه كل حاجه يعني بالتفصيل اللي انا ناقشتها وياه والخلاف. طب الانجيل ما هو الا نصايح اي عقل يقبلها؟ طب هو ما نعيش في الميراث ليه؟ احنا مقتبسين من ميراث من الاسلام، مقتبسين حاجات كتيره قوي من الاسلام. ايوه ما حضرتك كملي. ايوه، فالموضوع ده بالظبط بقاله 3 سنين، بس انا اصطنعت اصطناع تام، والسنه الاخيره دي كان نفسي اقنع جوزي وهم دخلونا بقى في المجال دي. يعني كان نفسي طبعا نصطنع ونبقى اسره كامله زي ما احنا يعني. ايوه، على العموم ان شاء الله يعني مش هنسيبكم. في اخوه كتير هي بتطلب، وفي ان شاء الله اخونا خالد المصرح هيصور معاكم للمركز الاسلامي لمقاومه التنصير على حسب الميعاد، بس انا هظبط مع الاستاذ راشد ان شاء الله ونذكر ان شاء الله تحس نسجل وربنا يقدم لكل خير يعني. طب يا اخوه لو في اسئله خليك معايا لحظه يا استاذ اميره لو سمحت. لو في اسئله يا ريت تبعتها لي على الخاص او لاخونا حليم وهو هيبعتها لي ان شاء الله. مع مين؟ لا انا بكلم الاخوه استاذ اميره. ماشي ماشي. طيب. الو. ايوه استاذ اميره سامعني؟ لا ايوه سامع حضرتك. الاخوه طبعا هنا بيقول لك التحيه وبيقول لك ربنا يبارك فيك، ويا ريت اكلم الاستاذ راشد بس. الو. ايوه. الو. مش واضح. طيب دلوقتي كويس؟ احسن. طيب يا اخونا حليم حاضر اقول لحضرتك. طيب يا استاذ راشد سامعني؟ استاذ راشد لا ماشي ثواني هو ما حضرتك. طيب ماشي. ايوه يا استاذ راشد. ايوه حضرتك. دلوقتي الاخوه بتسال حضرتك ازاي نساعد الاسره ديت يا استاذ راشد؟ يعني حضرتك انا عارف ان حضرتك مستضيفهم من بدايه القصه ومعاهم ويعني جزاك الله كل خير، فدلوقتي الاخوه يعني بيقول لك احنا هنعمل ايه؟ تمام. واخد بال حضرتك دي حاجات يعني انت عارف انا ما اقدرش اتكلم فيها. تمام. طب قيمة الايصالات، في اخ لسه بيقول لك قيمة الايصالات قد ايه؟ قيمة الايصالات طبعا مبالغ مجازف فيها ومبالغ خيالية، محطوط 200,000 ل 300,000 ل 400,000، لان الايصالات على الرياض وكانت لضمان القرض والكلام من ده لما القرض فشل. وعلينا احنا معانا برضه اكثر من 100 وصل برضه عليهم. ايوه. يعني النهارده بالفعل انا بس النهارده الصمغه بدات رفعت حوالي عن 18 قضيه. واخد بالك؟ تمام. يعني برضه على اساس هيبقى نظام بقى واحد قصاد واحده، ما هو هنعمل ايه؟ تمام. طب يا استاذ راشد يعني احنا في ناس دلوقتي بتقول لك ايه صحه الكلام اللي احنا بنقوله؟ هل في اسره فعلا؟ انت ترد عليهم تقول لهم ايه؟ يعني احنا الدليل اللي معانا ايه؟ هل معانا ورق يثبت ان في اسره فعلا اسلمت؟ معانا شهاده الاشهار ومعانا الاوراق ومعانا المستندات اللي تؤيد كل كلمه احنا بنقول، يعني اوراق القرض موجوده معانا. تمام. وايه ثاني؟ ايه الاوراق اللي معاك ثاني؟ القضايا موجوده معانا. تمام. شهاده اعتناق الاسلام موجوده معانا. الشهادات كلها معاك؟ الشهادات كلها موجوده معايا، ولو حضرتك عايز صور منها موجوده في اي وقت هبعتها لك. يا ريت، احنا عاوزين الصور علشان هو اتقالت الاسماء، بس مش مشكله عادي. مش مشكله، بس على على اساس ان ما يبداوش برضه يقرفونا ويزعجونا، لان طبعا دلوقتي بداوا نظام في كل مكان بقى الوقوف في نظام مطاردات. يعني مثلا على سبيل المثال احد انواع المطاردات النهارده طبعا يعني من ضمن الاخطاء حتى القانونيه الغريبه اللي الواحد بيستعجب لها. أيوة. ان طبعا ودوا الشكوى لمدير الامن. مدير الامن حول الشكوى بتاع نجاح يوم على دلوقتي على النيابه العسكريه. النيابه العسكريه ادت 15 يوم على اي اساس؟ ده احنا بالفرض جدلا، هل سبب صحه التوقيع بتاعه على الايصال؟ هل الايصال فعلا نوع من انواع خيانه الامانه؟ هل الايصال فين فعلي؟ هل في ركن التسليم في الايصال تم على اساس ان انا خدت واختلفت؟ طب احنا مش عايزين نخش في الموضوع القانوني، لان يعني الاخوه مش معظمهم انا بتكلم منطقي، انا ما بتكلمش قانوني، انا بتكلم منطقي بالمنطق وبالعقل. تمام. واخد بال حضرتك؟ فطبعا دلوقتي النهارده جزء من ضريبه الحاج الاولاد في حاله
يعني الاولاد الصغيرين في حاله رعب وبكاء شديد بالنسبه لباباهم طبعا هو الامل الوحيد لهم في الدنيا دلوقتي. طيب في سؤال بيقول حضرتك هو مطلوب قد ايه عشان زوجها يخرج من السجن؟ مش مساله بقى ما نعرفش المساله مساله ان طبعا ان هو عبد دلوقتي بحاجه واحده ايه بمقتضيات الواجب الوظيفي. ايوه يعني المساله مش مساله فلوس يعني لان هو ضمن الناس يعني ان هو ضمن ما ضمنش غير هو كان المفروض ضامن في مشروع القرض ان هو القرض فاشل. انما هو مش مدين ولا خده حاجه والقرض ثبت ان هو فشل ومعانا اوراق والاصابات طبعا اتاخدت طبعا الكنيسه لان الكنيسه كانت حاطاها في المخطط بتاعهم اتاخدت الاصابات دي واتعانت مع الكاهن على اساس تطلع في الاوراق اللي هي موجوده حاليا كده. ايوه لدرجه ان انا بعت برضه للعمده وبعت للكاهن نظير على اذن محضر بان احملكم المسؤوليه القانونيه لان الاصابات موجوده معاهم. لو الاصابات راحت لحد وهضطر اشيل الاجراءات القانونيه موجوده معاكم والكلام ده من زمان. تمام. ومعانا الاوراق والمستندات برضه اللي تدل على كده. ففجاه النهارده لقيت ابو فينا طبعا بيكلمني فلقيته بيقول لي ده موزعين لمديريه الامن والنيابه العسكريه اكثر من سبع احكام. يعني طبعا احكام شغال برضه السجن بتاعته ومدام اميره مصر اكثر من 21 حكم. ايوه. على هذا الاساس. سبحان الله. فالاساس المشكله انا مالين؟ هي دي المشكله اللي انا فيها. هذه اول ضريبه من ضمن الضرائب اللي انا بدفعها النهارده ان انا تم حشي بتهمه الاخلال بمقتضيات الواجب الوظيفي. تمام. واخد بال سعادتك؟ هذه جزئيه من ضمن الجزئيات. طيب في سؤال ثاني هو بيسال بس الاستاذة أميرة يعني بيسالوا ازاي هي عرفت عن الاسلام او شعورها ايه بعد دخول الاسلام؟ الاستاذة أميرة معاها بكالوريوس فرنس اداب قسم فلسفه وعلم نفس وشغاله امينه مكتبه. ايوه طبعا امينه مكتبه من هواياتها البحث والتنقيب والقراءه والاطلاع. بالظبط. والاستاذة أميرة طبعا موجوده دلوقتي برضه في المكتبه واثنين وثلاثه موجودين فيها امهات الكتب ودائمه الاطلاع والقرايه والتنقيب والبحث عن الذات الالهيه وفي عرف شتى الفروع الاسلاميه النهارده. والاستاذة أميرة بدات تحفظ في القران الكريم هي والاسره والاولاد وفي احد المشايخ الصغيرين الشباب الحلو كده المحترم بيحفظ الاولاد الصغيرين القران وهي برضه نفس النظام وعلمت اصول الصلاه هي وزوجها ووالدتها وبسم الله ما شاء الله حاجه يعني حاجه تشرف فعلا. الحمد لله رب العالمين. ده الوضع يعني. طيب احنا عايزينك توجه كلمه للاخوه اللي بيسمعونا دلوقتي يا استاذ رشد. وجه لهم كلمه ازاي يعني يصابوا الاسره ديت كده يعني. بص يا باشا اللي يعني طبعا المسائل ديت انا يعني ما فيها حياء وفيها استخراج لان طبعا ناس ربنا انعم عليهم بالعفه وعزه النفس. وناس محترمين جدا وعلى اعلى مستوى من الاخلاق والقيم والمبادئ. حضرتك مستضيفهم في البيت عندك يعني. معنويه. اكثر من كده مفيش شيء. طبعا الراجل دلوقتي مخافه عليه لانه طبعا بداوا بعدوا له من هنا يومين واحده شفت بالطرقه. ايوه. في مكان عمله في اسم تاني طنطا. ايوه. وقعدت اول مره قالت لهم ده انا اخده قال لهم ده انا ماليش اخوات بنات رجعت شويه قالت لهم لا ده انا زوجته. قال له يا ست زوجته ما موجوده بالتفاصيل بالتليفون قبل ما تروح له. فهو كان طالع يودي مساجين النيابه فطبعا المامور والاخوه زملائه قعدوا قالوا لا اقعد. فضلت قاعده قدام اسم تاني اكثر من ثلاث ساعات. مستنياه علشان تلاقوا طبعا او عشان تعمل كوشي معاكم مشكله طبعا هناك بتاخد ايد وكل ما مثلا برضه في ناس في عيون لنا هناك بتتابع الاخبار اللي داخل البلد. لان طبعا هناك حاله هياج وحاله ثوره وهنقتل وهنقتل وهنرشهم بميه نار واللي هيقول اللي بيقول هنقتلهم واللي بيقول هنصفيهم واللي بيقول احنا وراهم وعندهم في ناس عندنا اكثر من كده معه واثنين وثلاثه. ايوه. تمام. تحس ان هم بيتعاقبوهم في اي مكان طبعا هيتعاقبوهم بتعاقب معنوي في شيء السمعه في الوشاخه في الشفاهه في خناقات في القضايا وهكذا.
طيب حضرتك احنا هنسمع بس تعليقات الاخوة. حضرتك معايا التليفون ولو عاوز ترد ان شاء الله هتبقى سامحهم وترد عليهم برضو ان شاء الله يعني. طب خليك معايا على التليفون استاذ رشيد. يا اخونا حريم اتفضل مايك معاك. وهو ايه لحظه اللي عاوز يعلق يا اخوة هو راح يبقى سامعكم ان شاء الله وهو هيرد. سوري كان في صوت. سوري كان في صوت كده. طيب جزاكم الله خير. هو في سؤال طرح كثيرا كيف يكون دعم هذه الأسرة. وخلينا نقول في البداية بس ان الأسرة حتى الآن لم تطلب اي دعم مادي. يعني الأسرة مش عاوزة دعم مادي حتى الآن. فموضوع الدعم المادي دوت لم يأتي حينه يعني. لما يأتي حينه يعني هنبلغكم ونشوف الطريقة اللي ممكن يساعد بها هؤلاء. النقطة الثانية يعني هم عاوزين دعم معنوي. ما الناس مش عارفين يعملوا ايه. يعني مش عارفين هل يعني ازاي يحصلوا على بيتهم تاني. ازاي يخرجوا الاب من المحنة اللي هو فيها. ازاي يخرجوا من مشكلة الايصالات. كل دوت هم مش عارفين يعملوا ايه. فهم يعني في ناس قدروا ان هم يساعدوهم. محامي قدر يرفع لهم قضية. محامي قدر يمشي مع الاب. حاولوا يتوصلوا لناس ممكن تدعمهم. فاحنا عاوزين البداية صراحة هي البداية الاعلامية. انا شايف ان هو البداية الاعلامية اللي هتتم بوثائق والصور واشهارات الاسلام وهكذا.